نتكلم النهاردة عن التهاب العمود الفقري أو الأكياس اللي بتبقى موجودة في العمود الفقري. إن شاء الله هنعالجها بكل سهولة وبطريقة طبيعية في المنزل بدون ذهاب إلى الطبيب. أول حاجة يا ست الكل، ركزي معايا في الفيديو ده وما تنسيش تكتبي تم في التعليقات وكمان شير لكل أصحابك علشان الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من الناس. اتدل على الخير كفاعله، ويلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. اول مكون معايا هنعمل مشروب، وهنعمل لكم وصفة تانية للتخلص من الكيس اللي في العمود الفقري او الالتهاب اللي موجود في العمود الفقري. تمام كده؟ تمام. اول مكون معايا ربع معلقة من الجنزبيل البودر. تمام، ركزي جدا في الفيديو، الفيديو يبان لك بسيط لكن نتايجه كويسة جدا. ربع معلقة كده من الجنزبيل البودر، وده بيقضي على الالتهاب تماما. كمان ربع معلقة من الشاي الأخضر، لو عندك الباكت حطي باكت. تمام تمام. لو عندك قرنفل أو المسمار، دي في حبيتين من القرنفل أو المسمار، ما عندكيش خلاص خد الوصفة زي ما هي كده. تمام كده تمام. هنضيف عليها كوب من الماء المغلي بالشكل ده، وده اقوى مشروب يقضي على الالتهاب تماما. تمام، خلصك من الالتهاب في العمود الفقري، او لو عندك اكياس، عندك التهابات، عندك التهاب في المفاصل، التهاب في الاعصاب، كل ده بتنتهي منه بفضل الله وبفضل المشروب السحري ده. تمام، هناخده ازاي؟ هناخده مرتين يوميا لمدة اسبوع، هتحس التحسن كويس جدا. تمام، دي الخطوة الاولى. المشروب ده لابد جدا علشان نتخلص من الالتهابات اللي موجودة في جسمنا. تمام، سواء في العمود الفقري، سواء في الاعصاب، سواء في المفاصل، اي التهاب في الجسم هنتخلص منه بالطريقة دي. تمام كده تمام. تعالوا بقى للاكياس الموجودة في العمود الفقري او الالتهاب الشديد اللي موجود في اسفل الظهر. لو احنا مش قادرين نتحرك، في بطء شديد في الحركة، هنعمل الحركة اللي هقول لكم عليها دي. تمام كده تمام. هنعمل قربة مية دافية على المكان اللي فيه التهاب او فيه اكياس لمدة 10 دقايق، وبعد كده معاكي اختيار من اتنين، يا اما ندلك المكان ده بزيت الكافور، يا اما ندلكه بزيت الزيتون. اللي موجود عندك تقدر تدلكي بيه المنطقة لمدة 10 دقايق، وهنكررها يوميا. تمام، قربة المية مع التدليك مع الوصفة الجميلة دي، بفضل الله تعالى اسبوع واحد هتحسي بتحسن كويس جدا. جربي الوصفة ومستنية رأيك هنا في التعليقات، ولو ليك أي طلب أي استفسار سيبهولي تحت الفيديو وهرد عليك. وطبعا في وصفات تانية على الصفحة لعلاج التهاب وخشونة المفاصل، تقدروا حضراتكم تشوفوها هتفيدكم جدا. وبس كده، مش عايزة منك غير تم في التعليقات ولايك للفيديو وشير مع الأصدقاء عشان غيرك يستفاد زي ما حضرتك استفدتي، وشكرا لكم.